اختتمت في البلاد أمس أعمال الدورة 156 للاجتماع التشاوري العربي الذي عقد برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 156 الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح. بالفعل مها وتناول الاجتماع التشاوري العربي سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية واستعراض مجالات التعاون المتعددة وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وأفاق واسعة وأكثر شمولية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي ودعما لمسيرة العمل العربي المشتركة. الاجتماع هذا في قلب الكويت في دار نواف في أرض الصداقة والسلام. في ظل ظروف إقليمية ودولية مشتعلة وعالم متغير، جاء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي استضافته دولة الكويت في قصر السلام نبراسا يضيء طريق الأشقاء العرب في أرض الصداقة والسلام برئاسة الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 56 بعد 100. الاجتماع التشاوري العربي تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية واستعرض مجالات التعاون المتعددة وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وأفاق واسعة وأكثر شمولية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك. وبروح الأخوة والتعاضد كان التشاور والتباحث طريق أصحاب المعالي ووزراء الخارجية العرب لإيجاد حل حول كل ما من شأنه أن يعزز ويفتح آفاق جديدة لتطوير آليات التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وفي مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة وفي مقدمتها قضية العرب الأولى والمركزية وهي القضية الفلسطينية ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي. ومن داخل الخيمة العربية قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح إن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب كان مختلفا عن بقية الاجتماعات التي تأتي في إطار تقليدي إذ احتوى على مساحة لكل الوزراء للنقاش بكل أريحية وبلا جدول أعمال. أستطيع أن أقول أن هدف الاجتماع أتى بأكله حيث أن كانت هناك في إيجابية من جميع معالي الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح الواضح الذي فيه تشخيص للقضايا ولمشاكل التي تحيط بعالمنا العربي أو بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية. ومن جانبه أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية تناول الوضع العربي بكامله وبكافة مشكلاته والوضع الإقليمي وكافة التدخلات الإقليمية والوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والعربي. وفي قلب الكويت عاصمة العرب أرض الصداقة والسلام قام عمود الخيمة العربية باجتماع شخصت له أنظار الأمة الناطقة بالضاد كونها مؤمنة بدبلوماسيتها الإنسانية التي تسعى بقوتها الناعمة لتحقيق التقارب بين الأشقاء العرب. رح نتكلم أكثر حول هذا الاجتماع التشاوري الذي اختتمت أعماله أمس في البلاد. ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نجم الشمري. أستاذ نجم أهلا وسهلا فيك في برنامج العالم هذا الصباح، نورتنا طبعا الاجتماع 156 لنتكلم عن أهمية هذا الاجتماع خصوصا في هذه الفترة.
طبعا هذا الاجتماع هو يعني مجرد اجتماع عصف ذهني كما وصف أمس معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر، وعصف ذهني يعني كل دولة يعني تعبر عن القضايا اللي هي تعاني منها تمهيدا للمؤتمر الوزاري. هذا الاجتماع اللي حصل أمس قرر قبل عام بأن يكون هنالك اجتماع تشاوري لمرة كل 6 أشهر أو مرتين في السنة، وكان ابتدأ في قطر أول اجتماع وهذا الثاني في الكويت لمعرفة ما هي الإشكاليات والمشاكل التي يعني أو الهموم التي تحملها الدول نفسها. فهي جلسة أخوية بدون تخلو من أي جدول أعمال، ومثل ما يعني وصفها معالي وزير الخارجية هي عصف ذهني مجرد برين ستورم لمجمل القضايا. مثلا جمهورة مصر العربية لدينا سد النهضة يعني والإشكالية مع إثيوبيا في ما يتعلق في مياه النيل، العراق يعاني من الإرهاب ومن المنظومة الأمنية بصورة عامة، القضية الفلسطينية جدول ثابت على يعني منذ عقود على معظم الاجتماعات الوزارية والقمم الخليجية، وهكذا دواليك. ولذلك هنالك اجتماع آخر سيعقد في الجزائر خلال الشهور المقبلة، لم يحدد بعد ولكن قيل بأنه خلال مارس المقبل. والاجتماع الوزاري هذا يأتي بحصيلة يعني لما حدث خلال الاجتماع التشاوري. تفضل استاذ نجم، نورتنا في الاستديو وانت من البارح معنا على شاشه تلفزيون دوله الكويت، الله يعطيكم العافيه. شلون يساهم هذا الاجتماع في دور دوله الكويت في هذا الاجتماع بالنسبه للدبلوماسيه في شكل عام لجمع وزراء الخارجيه داخل دوله الكويت؟ طبعا دوله الكويت تمتلك ارث كبير خلفه لنا أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي يعني اشتغل بوزارة الخارجية وفي معظم القضايا العربية لأكثر من نصف قرن. وهذا الإرث وهذا الموروث أعطى يعني أوجد يعني خلال معالجة الشيخ صباح في تلك الفترة مصداقية عالية وكبيرة وإحساس في الهم العربي. ودأبت الكويت خلال يعني السنوات أو العقود الماضية برأب الصدع العربي والمصالحات التي كان تهرول لها الكويت قبل أن تكبر. حتى المؤتمر الذي عقد أمس عقد في قصر السلام، يعني حتى المسمى يعطي إيحاء بأن المنطقة، مثل ما عبر عليها نائب الأمير الشيخ مشعل أحمد الله يحفظه، بأننا نواجه تحديات دقيقة وتحديات خطيرة جدا في المنطقة، وعليه يجب أن نبادر في موضوع التسامح والتسامي فوق هذه المشاكل لرأب الصدع العربي وتجميع اللحمة العربية التي نحن نشاهد المشهد العربي مأساوي. نشاهد ما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق، والخارطة العربية تعج وتضج في المشاكل والتحديات، وعليه فهنالك مطلوب جدا وبصورة عاجلة رأب هذا الصدع. طيب من هذا المنطلق أستاذ نجم، يعني شو هي التوافقات اللي خرج فيها هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع لا يحمل أي جدول أعمال، وإنما هو عصف ذهني. كل دولة تأتي لعرض اسمه التشاوري، هو مجرد تشاوري، تأتي وتعرض الإشكاليات والمشاكل التي تعاني منها تهيئة وتوطئة لمؤتمر وزراء الخارجية الذي يتضمن جدول أعمال، وعليه خلال هذه المشاورات والعصف جلسات العصف الذهني سيحدد أو سيبنى جدول الأعمال في القمة في مؤتمر وزراء الخارجية. يعني مسودة تمهيدية لهذا؟ ممتاز، مسودة تمهيدية للقادم الأيام من اجتماعات وتوفير للوقت. وبالنهاية يعني نحن كعرب يعني هذه الاجتماعات يعني ليست غريبة ولا تحتاج إلى هذا التنظيم، لأن التواصل بين العرب دائم ومستمر، ونعاني من نفس الهموم ونفس المشاكل، ونحن أبناء يعني أواصر مشتركة وأخوة وكل ما تعنيه هذه المفردات من المعنى. وهذا تأكيد وحرص الكويت على هذه القيم السامية. نعم أستاذ نجم، أكيد أنت تابعت الاجتماع عن طريق شاشة تلفزيون دولة الكويت. من وجهة نظركم أهم الملفات اللي تمت
أكثر تداركها وتدارسها في هذا الاجتماع من وجهة نظركم في قصر السلام بالتحديد؟ شنو هي الملفات اللي أكثر إلحاحا بالنسبة للدول المشاركة؟ طبعا هو مثل ما قلت لك يعني هو ما في جدول أعمال ولم يصدر بيان في القضايا لأن هي جلسات عصف ذهني تخلو من جدول أعمال، ولكن خلال المؤتمر الصحفي الذي بادر به معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكدوا على الأمن الخليج وأكدوا على عدم تدخل الدول الإقليمية في الشأن العربي، أشاروا إلى موضوع اليمن، أشاروا إلى موضوع القضية الفلسطينية، الملف اللبناني والمبادرة الخليجية التي تنتظر ردود اللبنانيين خلال الفترة المقبلة لمعرفة الآلية التي سيتم عليها التعامل مع القرارات الأممية 1701 و1559 المتعلقين في لبنان وضرورة إفراقها من السلاح الحزبي. هذه القضايا موجودة على جدول أعمال القمم الخليجية وموجودة على مؤتمر وزراء الخارجية، وكذلك أمس من خلال المؤتمر الصحفي تم الأسئلة عنها والإجابة عليها. نعم طبعا مثل ما تفضلت حضرتك إذن هذه مثل ما يعني عرفنا أن هي تشاور أكثر من شيء. نعم. بالنهاية فهو اجتماع تشاور، لكن بالأمس أيضا كان هناك توجيهات، يعني توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله حول خريطة التوجه نحو العالم العربي وأين سيذهب، كيف يمكننا أن نقرأ هذه الكلمة لسموه؟ نعم سمو نائب الأمير يعني مسؤول خدم 5 حكام في دولة الكويت ويمتلك من وكان لصيق جدا بالشيخ صباح وهو عملاق في الدبلوماسية الخارجية، ولذلك الملفات العربية حاضرة في ذهنه وهو مشارك فيها، وعليه أتت الكلمة أمس تؤكد على ضرورة اللحمة العربية والتسامح بهذه الطريقة وحلحلة الملفات العالقة والبدء بمواجهة التحديات الدقيقة التي عبر عنها أمس، وهذه هي الرسالة الكويتية الثابتة. نعم. الوئام العربي، التلاحم العربي، مواجهة التحديات بعقلية عملية، بعقلية متحضرة بعيدا عن الشخصانية، وهذا هو يعني هم الكويت الدائم، والذي يعني دأبت السياسة الخارجية الكويتية وحكام الكويت وزراء الخارجية المتعاقبين على هذه الرسالة، رسالة الوحدة العربية، التضامن العربي، الأواصر العربية، الأخوة العربية، وأتت هذه الرسالة للتأكيد على أن المرحلة المقبلة سنواجه فيها تحديات كبرى، ومن الضروري إيجاد فرشة من التسامح والتفاهم والتعاون، والكويت قامت بهذه الأدوار يعني كثيرا. نعم أستاذ نجم، هذا الاجتماع كان له ميزة وأنت احنا ذكرناها في بداية حلقتنا، أن الاجتماع التشاوري هذا كان انفتاحه على كل الآراء. نعم. إنزين، من وجهة نظركم كيف تفسر هذه المخرجات والفحوة اللي طلعت منها هذه الآراء بالنسبة للاجتماع؟ نعم، هي واقع الحال، يعني أنا مثل ما يعني كررتها الحين أكثر من مرة بأن هذا الاجتماع هو تشاوري أخوي، أخوة جالسون فيما بينهم يحملون نفس الهموم، وكل يدلو بدلو أو يعبر عن المشكلة التي يعاني منها، وتجد مساهمات من بقية الأشقاء لحلولها، وعليه يعني من خلال هذه الجلسة التي عبر عنها يعني مع وزير الخارجية برين ستورم عصف ذهني، هو تأكيد على الثوابت العربية المقبلة. هنالك متغيرات وهنالك ثوابت، يعني مثلا القضية الفلسطينية صار يعني أحد الثوابت الرئيسية المتواجدة على معظم جدول الأعمال في كل المؤتمرات في مختلف المؤتمرات. حتما هذه القضية لن يخلو منها جدول أعمال حتى تحل هذه القضية، حتى تحل هذه أم القضايا، هذا يعني ثابت. الشأن الأمني الخليجي والمعاناة من حالة التوتر الشديد يعني التي تعاني منها المنطقة الخليجية، هذا هم وهاجس خليجي دائم في كل المؤتمرات، وعليه
يعني حتما ستنتقل إلى المؤتمر الوزاري ليوضع على جدول الأعمال. وهكذا دواليك، هنالك قضايا مثل الملف السوري مضى عليه 8 سنوات، هنالك دول بدأت بفتح سفارات أو تبادل سفارات بعد ما حصل في سوريا من كارثة إنسانية، ونحن كعرب نترقب إلى هذه إعادة اللحمة العربية مع سوريا، وكذلك الأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك مواجهة التحديات التي تعاني منها العراق أو ليبيا، تحديات أمنية وتحديات مستقبلية حتما سنواجهها أو الشعوب العربية ستواجهها. فهذا الاجتماع الأخوي يصب بهذا الاتجاه. نعم طبعا، إذا نقدر نتكلم عن هذا الموضوع هنطلب منك قبل أن نختم معك أستاذ نجم كلمة أخيرة لهذا المجتمع الاجتماع التشاوري، ونظرة أيضا للاجتماع الوزاري الذي سيتم إن شاء الله في شهر مارس، بوجهة نظركم كيف سيكون التوجه؟ نعم، أنا مثل ما أكدت بأن هذه الاجتماعات هي تشاورية، يعني بدأت في الدوحة وستستمر، وهذا تأكيد على أهمية المعالجات وكسب الوقت ومعرفة القضايا بصورة عامة لكل العرب. طموحي أنا كعربي أتمنى أن أجد الأمة العربية موحدة قوية، لا تعاني من مشاكل الفقر، لا تعاني من تحدي، لا تعاني من تهديد أمنها سواء في المياه أو سواء في واقعها أو من خلال الإرهاب الذي يعني يضج مضاجعنا جميعا. أتمنى أن نعيش هل البشر هذا نعيش في تنمية واستقرار، لا نعيش مهددين، لا نرى أخوة لنا في اليمن في سوريا في ليبيا يعانون الأمرين نتيجة لأوضاع سياسية، ونرى نحن الخراب في كل مكان يعني في الأمة العربية. هذه الأمنية أكيد. بالفعل أستاذ نجم كل الشكر لك على هذه المعلومات، والله يحفظ دول مجلس التعاون والدول العربية وما يصب في حفظ الأمن والأمان داخل الدول العربية بإذن الله تعالى. كل الشكر لضيفنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نجم الشمري، كل الشكر لك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح نستضيفك المرات الجاية وناخذ منك هذه التحليلات بالنسبة لاجتماع وزراء الخارجية بإذن الله تعالى في الأشهر المقبلة.